بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت بشائر الخير والبركة على المصائف الجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى. أسأل الله العلي القدير أن يجعلها بشارة خير وبركة. الظواهر الجوية المتوقعة لهذه الليلة ونهار غد الجمعة 14 من جمادى الآخرة، نتوقع بعونه تعالى تحرك التراكم السحابي الرعدي الممطر من أجواء المنطقة الوسطى في اتجاه الجبيل الخبر الدمام الطهران والحفوف، وتحرك تراكم ممطر رعدي من أجواء المصايف في اتجاه المنطقة الوسطى وغائم على المصايف الجنوبية الغربية ومنطقة الربع الخالي. والفرصة ما زالت مهيئة بعونه تعالى لهطول أمطار رعدية تسبق برياح هابطة وانعدام الرؤية وارد على الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية. ضباب وارد في ساعة الليل والصباح الأولى على الشرقية والوسطى والشمالية والمصايف مع تأقلم حراري ملموس على أجواء القطاع الغربي. حالة البحر في المياه الإقليمية البحر الأحمر معتدل إلى متوسط الموج، أما بالنسبة للخليج العربي متوسط إلى مائد مع فرصة لتكون الضباب في ساعة الليل والصباح الأولى، لذلك نلفت الانتباه. أعزائي، إلى هنا تنتهي النشرة الجوية. شكرا لإصغائكم مع أحلى الأمل.